السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب السي بي ايه، ان شاء الله النهاردة هنحل الفاينانشال انسترومنت في الاف 4. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. اللي مسكوا الاول قال لك جنت كوربريشن بيرشيزد بونز ات ا ديسكاونت اوف 10000، سبسيكوينتلي جنت سولد ذيس بونز ات بريميوم اوف 14000 during ذا بيريود The gent held this investment amortization of the discount amounted to $2,000. What amount should gent report as a gain on the sale of the bonds? ماشي. هو هنا لما بيسأل، هو هنا الوقت المعطى ادانا ايه؟ قال لنا ان الجنت دي اشترت سندات بديسكاونت. جميل. $10,000. يعني ايه ديسكاونت؟ بديسكاونت دي يعني بأقل من قيمتها. يعني لو هي في السوق بقيمتها $100,000 وليكن، يبقى انا دفعت $90,000. طب والديسكاونت؟ الديسكاونت ده بيتعمل له حاجه اسمها امورتايزد. فعشان كده احنا قلنا لما بنشوف كلمه البوند وديسكاونت يبقى نفهم ان ده على طول هيلد تو ماتوريتي، وطالما ده نوع من انواع طبعا الديت، اسف، نوع من انواع الاستثمار، بس استثمار في ديت. يعني انا عندي انفستمنت، وفي الشركه الثانيه اللي انا مصدر لها صادره البوند دي بيبقى عندها ديت لايبيليتي. يعني جميل، بس ده بالنسبه لي استثمار، لان انا برشيزد البوندز دي، فبالنسبه لي دي كده ديبت انفستمنت. فلما اجي اعمل القيد، تعالوا نشوف الاكسليه اللي احنا كنا شارحين عليها عشان نشوف القيد كامل. لما اجي اعمل القيد اقول ديبت البوند او الاستثمار، ديبت بوند ممكن نعمل داش كده نكتب جنبها انفستمنت. احنا كده قلنا عندنا الاستثمار ب 100,000 وليكن، احنا بنفترض ديسكاونت. ديسكاونت يعني اشتريته باقل من قيمته، لان دفعت فيه 90. يعني بمعنى كده ان هو قيمته اصلا، الورقه قيمتها او البوند ده قيمته $100,000، وعليه ديسكاونت $10,000، يبقى انا دفعت فيه كاش 90. بعد كده جيت بعت البوند ده، قال لك بيه ببريميوم. بريميوم يعني عكس الديسكاونت، باعلى من قيمته ب 14. جميل. قال لك خلال الفتره during the period that gent held this investment، خلال الفتره ان جنت محتفظه بالاستثمار ده عندها، ظهر عندها امورتايزيشن للديسكاونت ده ب $2,000. قلنا الديسكاونت ده بتعمل له حاجه اسمها امورتايزيشن. امورتايزيشن دي بنشتغل بيها بحاجه اسمها افكتيف انترست ريت. هنشوف الكلام ده اكيد في ام سي كيو بعد كده، بس اللي انا حابب اقوله ان ال 10 ديسكاونت دول بنعمل لهم امورتايزد هنا اهو. فاحنا افترضنا ان فالكود بيبقى كده، الكاش او ريسيفابل، الفيس، في الفيس. فيس يعني ايه؟ الفيس اللي هو بتاع الورقه، الورقه مثلا وليكن ب $100,000، والفيس الانترست 10، يبقى بضرب ده في ده. والامورتايزد ده بلج، والانكم اللي هو الافكتيف كارنج فاليو في الافكتيف انترست ريت. احنا مش عايزين نخش في التفصيله دي دلوقتي، لان دي تقريبا مشروحه بالكامل في اف 5، تمام؟ ففي حته البريزنت فاليو، انما احنا هنا خلينا بس نعرف ان الديسكاونت ده اتعمل له امورتايز ده هنا ب2. طيب جميل. ايه بقى بعد كده؟ قال لك جيت بعته ب 114. طب بعت ب 114 ده قيمته عندي كام؟ قيمه الانفستمنت ده كام؟ عشان قال لك وات اماونت اوف جين، هو عايز المكسب، عايز الربح اللي حصل من البيعه دي. طيب انا عندي هنا جت بعته ب 114، تمام. قال لك بريميوم 14، يبقى زي على قيمته باعه بكام؟ ب 14. بريميوم يبقى هو كان قيمته 100، يبقى بعته ب 114. طيب بعته ب 114، هو كان قيمته كام؟ نشوف بقى الكارنج فاليو بتاعت البوند. البوند هنا كان ب 100، لازم المعادله دي نحفظها. البوند هنا كان ب 100 ناقص الديسكاونت عندي اللي هو ال 10 زائد الامورتايز ديسكاونت 2، دي لازم تتحفظ. البوند ب 100، الديسكاونت ب 10 اللي هي بقى 90، زائد الامورتايز كوست اللي هو ده امورتايز ديسكاونت ولا ايه، اللي هو 2. فاذا 100 زائد 10 زائد 100 ناقص 10 90، زائد 2 92. يبقى انا اخدت ما قيمته، ما اخدت 114,000 في ما قيمته $92,000، حقق عندي 22 جين. شوف الام سي كيو اللي بعده يا جماعه. قال لك في جولاي يير 1 يورك كامباني بيرشيزد از هيلد تو ماتيوريتي انفستمنت، اشترت استثمار هيلد تو ماتيوريتي. اول ما بشوف الهيلد تو ماتيوريتي يبقى بشتغل بالامورتايزد كوست. جميل. قال لك هو ده بقى الفيز، بكام هيلد تو ماتيوريتي انفستمنت؟ بمليون دولار. اشترت انفستمنت بهيلد تو ماتيوريتي
اللي هو هيلد تو ماتوريتي يعني ايه؟ بحتفظ بيه لحد تاريخ الاستحقاق بمليون دولار. قال لك ال 8% بوندز فور 946، يعني ده الفيز قيمه الورق، قيمه البوند او قيمه الاستثمار مليون، ده اللي مكتوب على الورق على الكوبون، والفايده اللي عليه 8% هيديني فايده 8%، يعني لو قلنا بالبلدي كده 8% في المليون تديني تقريبا 80000 دولار. ده الريفينيو او الانترست انكم اللي هيجي لي من وراها. اشتريت الكلام ده بكام بقى؟ اشتريته ب 946000 including accrued interest of 40، يعني اشتريته ب 946 دول خرجوا من عندي كاش، بس في 40000 دولار هاخدهم بعدين، يعني انا مخرج من عندي كاش 946 وفي 40000 دولار accrued interest هاخدهم بعدين. The bonds were purchased to yield 10% interest. هي دي بقى اليلد دي اللي هو كانه سعره في السوق، كانه سعره يلد دي كانه بيتباع في السوق ب 10% فايده. يبقى لو انا هنا البوند مع عليه 8% هو بيتباع ب 10%، يبقى كاني اشتريته بايه؟ مش اكن ده هو، انا كده اشتريته بديسكاونت، انا اشتريته باقل من قيمه الفايده اللي بره في السوق. The bond is mature on في يناير year 8 and pay interest annually on في يناير year 1. قال لك ده هي ماتيور امتى؟ في year 8 وبيدفع الانترست بتاعته annually. يورك يوزز ذا افكتيف انترست ميثود، دي اللي كنا بنتكلم عليها في الام سي كيو اللي قبليه. يبقى يورك يوزز ذا افكتيف انترست ميثود اوف امورتايزيشن، ان في 31 ديسمبر يير 1 بالانس شيت وات اماونت شود يورك ريبورت از انفستمنت ان بونز. برضه هنمشي بنفس الكود، نشوف الاكس اللي هي نمشي بنفس القيود بتاعتنا. انا دلوقتي البوند قيمته كام؟ قيمه الاستثمار كام؟ ماليش دعوه انا دفعت كام، قيمه الاستثمار كام؟ مليون دولار. جميل. دفعت كاش كام؟ دفعت كاش 946 دولار، 1000 دولار اهم، يبقى دي المليون ودي 946. قال لك بس هنا في حاجه اسمها accrued interest. accrued interest دي انا دافع قيمتها، دافع يعني 946 من ضمنهم 40000 accrued interest هاخد الفايده بتاعتها بعدين. فاذا accrued interest 40 هي accrued فايده ليا مدينه هاخدها بعدين، فمدينه مش داينه مش عليا، ده فايده ليا انا هاخدها مدينه لان دافع فلوسها. طيب فرق الكود ايه؟ فرق الكود ديسكاونت، فرق الكود ديسكاونت. جميل. يبقى ادي الكود اتساوى عندي، ادي ال 100 البوند، 946 الكاش اللي دفعته، 40 اكرود انترست، 94 ديسكاونت. الديسكاونت ده هعمل لها ايه؟ هعمل لها امورتايزيشن، بس امورتايزيشن بيوزز ايه؟ قال لك افكتيف انترست ميثود. هنشوف الافكتيف انترست ميثود دلوقتي. ادي الكود، يا كاش ده اللي انا اخدته في ايدي كانترست، يا كاش يا اما ريسيفابل، ممكن ما اكونش لسه اخدته، يا كاش ريسيفابل بكام؟ ب 40، اللي هو الفيس في الفيس، ايه الفيس؟ 8% في المليون بكام؟ ب 80. بس ناخد بالنا لان الحاجات دي اكتر حاجه بتلخبط في الاسئله، ان انت ما بتاخدش بالك من التواريخ. هنا جولاي، قال لك جولاي يير 1، جولاي يعني في 6 شهور خلصوا، يبقى اذا انا هاخد الفايده عن كام؟ على 6 شهور التانيين اللي هم 40000 دولار. طب وفيرز 6 شهور الاولانيين اهم اللي محطوطين فوق ال 6 شهور الاولانيين، ودول ال 6 شهور التانيين. يبقى الكاش تديني الفيس في الفيس، فيس دي اللي هي الورقه دي، ودي الفيس انترست اللي مكتوب على الورقه. احنا قلنا في المده طبعا 80 على الاثنين على المده، لان ده جولاي يبقى 40. نيجي بقى للانكم، عشان دي بقى دي اللي حلوه شويه. الطرف القيد الثاني هيبقى ايه؟ هيبقى الانكم، انترست انكم، ما انا مش شاري بوند عشان اخد انترست عليه. الافكتيف انترست مثلا بتقول لك الكارنج فاليو في الافكتيف ريت. الافكتيف ريت ده اللي هو سعر السوق او ريت السوق، لان هيقول لك يلد، هيقول لك ماركت، هيقول لك افكتيف، اي حاجه من الثلاثه هم اللي هضرب فيهم. طب ايه بقى الكارنج فاليو؟ قال لك الكارنج فاليو اللي هي البوند ناقص المين؟ ناقص الديسكاونت. البوند ناقص الديسكاونت هو ده الكارنج فاليو بتاعي. البوند ناقص الديسكاونت هتديني 906. 906 لما اضربهم 906 لما اضربهم في 10% تديني 90600 على الاثنين، تديني 45300. وليه على الاثنين؟ لان دي جولاي زي ما قلنا. فرق القيد امورتايز ديسكاونت، فرق القيد بلاج اللي هو امورتايز ديسكاونت اللي هو ده ال 94 دول، هفضل كل مع كل حته انكم او كل ما اثبت اعمل القيد ده هاخد حته امورتايز ديسكاونت لحد ده ما يبقى صفر عندي. طيب هنا بيقول لك ايه؟ وات اماونت شود يورك ريبورت از انفستمنت ان بوندز في نهايه السنه الاولى. ماشي، الكارنج زي ما قلنا برضو الكارنج اماونت، كارنج فاليو او الكارنج اماونت ال 100 ناقص ال 94 زائد الامورتايزد كوست، امورتايزد ديسكاونت، ادي ال 100 المليون ولا ايه اسف اللي هو البونص القيمه الاسميه ليه،
ناقص ال 94، 94 دول الديسكاونت زائد الامورتايز ديسكاونت، يديني كام؟ يديني 911. مع الوقت يا جماعه، لما اجي امشي مع الوقت، مع وقت السنين، مع وقت الكود، لو مشينا مع الكود ده باستمرار، الكارنج فاليو ده هتوصل لكام؟ هتوصل لمليون، لان الديسكاونت ده انا عمال باكل فيه، عمال باكل فيه وبعلي على بخفض ده وبعلي على فين؟ بعلي على الكارنج فاليو وهكذا. تمام؟ فمع الوقت ده هنلاقيه يوصل لكام؟ هنلاقيه يوصل للمليون. فاذا كده هو بيتكلم على الكارنج فاليو بتاع الانفستمنت، يبقى هيبقى كام؟ 911 300. مهم يا جماعه السؤال ده، ودي القصه بتاعت البوند والهيلد تو ماتوريتي افيلبل فور سيل تريدنج، الحاجات دي هيفي في الاكزام، وبيجي عليها ام سي كيوز كتير في الامتحان، وبيجي عليها طبعا سيميوليشن كتير. فمهم جدا نعرف زي ما اتفقنا، لازم لكل ام سي كيو لرصه معينه، ده بيشغل افكتيف انترست، افكتيف انترست ميثود، يبقى الفيس في الفيس. ونيجي الحته بتاعت الانكم، الكارنج فاليو في الافكتيف انترست ريت او اليلد او الماركت ريت بلاج القيد او المكمل بتاع القيد، بيبقى ايه؟ امورتايز ديسكاونت او بريميوم، لان هنلاقي برضو في بريميوم ولا في ديسكاونت. السكيو اللي بعدها يا شباب، قالك ذا فولوينج داتا بيرتينز تو تي كوربوريشن انفستمنت ان ماركتابل ديت سكيورتي، مستثمر في ديت. جميل، عندنا تريدنج وافيلبل فور سيل، وات اماونت شود تي ريبورت از ان رياليزد جين اور لوس ان ات از يير تو انكم ستيتمنت. حلو، unrealized، كلمة unrealized وكلمة income statement ما بيجوش غير مع حاجة واحدة، بيجوا مع ايه يا ترى؟ بيجوا مع trading. ليه؟ لأن الـ available for sale احنا عندنا الـ unrealized عارفينه بننزله فين؟ في الـ other comprehensive income، لأن ده بند من بنود الـ other comprehensive income اللي هم الـ buffer، وده الـ U اللي هو الـ unrealized gain or loss بتاع الـ available for sale. إنما بينزل اصل كومبرنسيف انكم، انما ايه اللي بينزل دايركتلي على الانكم ستيتمنت؟ تريدنج. التريدنج هو اللي بينزل على طول على الانكم ستيتمنت، ان رياليزد او رياليزد او اي حاجه بينزل على الانكم ستيتمنت. طيب يبقى احنا كده عندنا ايه الماركت؟ قال لك هنا الكوست 150، الماركت فاليو، لان طبعا التريدنج وافيلبل فور سيل بتقاموا بالفير فاليو، فير فاليو بتاع السنه الاولى اللي قفلت عليهم الميزانيه كانت كام؟ كانت هنا ب 100، والتريدنج كان ب 105، والسنه اللي بعديها بقى 155، يبقى حصل هنا تغير بالفير فاليو بكام؟ ب 55، ده اللي بينزل دايركت على فين؟ على الانكم ستيتمنت. انما الفرق ده اللي هو 10,000 ينزل فين؟ ينزل في الاذر كومبرهنسيف انكم لانه افيلبل فور سيل. امسك اللي بعديها يا شباب. قال لك في جولاي 1 W Incorporation purchased as an available for sale debt security بمليون، الفيس فاليو اشترت available for sale، واحنا مغمضين نقول available for sale بتتقيم بالفير فاليو، الفرق بينزل فين؟ other comprehensive income، الا لو الفرق other than temporary، يعني الفرق يعني دايم، او لو حصل بيع، او لو حصل impaired للانفستمنت بتاعي، ساعتها مفيش حاجه اسمها other comprehensive income، ساعتها هيبقى كله فين؟ في الانكم ستيتمنت. تمام، تعال ندور هنا، ده الفيز اللي على الورقه، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا ليا بايه؟ ليا بايه؟ طالما شفت افيلبل فور سيل يبقى ادور على الفير فاليو. قال لك المهم اشتريت المليون دول ب 910 بلس اكرود انترست، ذا بوندز ماتيور في يناير يير 7 اند باي انترست انوالي في 31 ديسمبر يير 1 في اخر السنه بتاعتي، ذا بوندز هاد ماركت فاليو اوف كام؟ 945,000 دولار. في فبراير يير 2 قال لك الشركة باعت السندات بتاعتها دي ب 920,000 دولار. طيب ده في السنة اللي بعديها. طب أنا عندي قال لك إيه؟ في 31 ديسمبر يير 1 بالانس شيت، وات اماونت شود ده بي ريبورت از افيلبل فور سيل. إحنا قلنا هو دلوقتي عايز هنثبتها إزاي في البالانس شيت؟ دي افيلبل فور سيل، فأنا مغمض افيلبل فور سيل تتثبت بالفير فاليو. إيه الفير فاليو في 31 ديسمبر؟ كان 945 وأنا مغمض. طيب لو احنا ده افيلبل فور سيل، طب الفرق بين الفير فاليو والكوست او الاجريجيت كوست بتاعتها بينزل فين؟ بينزل في الاذر كومبريهنسيف انكم. طب لو تريدنج بالفير فاليو برضه بتظهر بالفير فاليو في البالانس شيت، والفرق بتاعها بتاع التشنج في الفير فاليو بيظهر فين؟ بيظهر في الانكم ستيتمنت. طب الهيلد تو ماتوريتي؟ لا، الهيلد تو ماتوريتي بيشتغل بالامورتايزد كوست. شوف الامسك اللي بعده. When the market value of an investment in debt security in which the company has a positive intent and the ability to hold to maturity.
من الاخر كده هو انا بقول لك هو عندها الاتنت ان هي مثلا والقدره ان هي تو هولد تو ماتوريتي. خلاص يبقى هو بيتكلم على هيلد تو ماتوريتي. هيلد تو ماتوريتي تبقى بالايه؟ بالفير فاليو؟ لا طبعا. طب تعالى نشوف الاجابات. هنا بيقول لك هتظهر ازاي، هتظهر ازاي عندك دي الماركت فاليو؟ اكيد طبعا لا، لان احنا اسمها هيلد تو ماتوريتي بشتغل بالفير فاليو. لونج ولا شورت؟ بشتغل بالفير فاليو، ماليش دعوه اذا كانت لونج ولا اذا كانت شورت، فاشتغل بالفير بالامورتايزد كوست اللي هي بتاعت الكارنج فاليو اللي احنا لسه قايلينها، اللي هي بقول البوند القيمه الاسميه بتاعته ناقص الديسكاونت زائد الامورتايزد ديسكاونت. ده في حاله الديسكاونت. في حاله البريميوم اللي طرحته هجمعه، تمام؟ يبقى هي بالكارنج اماونت. نسكيو اللي بعده. At the end of year one ال company held trading debt security. trading خلاص بتكلم على trading debt security. trading debt security هحافظها بالفير فاليو، برمي على فين؟ على الانكم ستيتمنت على طول. قال لك التكلفه بتاعتها وقت ما اشتريت كانت بكام؟ كانت ب 86,000. وبقى والفرق والماركت فاليو اخر السنه كانت ب 92,000 دولار. during year 2 خلاص يبقى كده ظهرت عندي في الميزانيه بتاعت الير 1 بكام؟ بال 92,000 دولار. الفرق اترمى فين؟ الفرق اترمى اللي هو 6,000 دولار اترمى income statement في year 1 لان دي ايه؟ trading debt security. during year 2 all of this security were sold for 104,500. في السنه اللي بعديها قال لك اتباع كله ب 104,500. طب يبقى ده انا بعته اهو ب 104,500، وكان مبلغه كام عندي في الاول؟ 92,000 دولار. 92 من 104 تديني 12.5، يبقى ده مكسب. مكسب ينزل على فين؟ على الانكم ستيتمنت، اللي مبدئيا عشان انا بعته دي واحد، ثانيا عشان ده تريدنج. At the end of year 2 ال هاد acquired additional trading debt security. في السنه اللي بعديها استحوذت على اسهم ثانيه او اخذت اسهم ثانيه الكوست بتاعها 73، بس الماركت فاليو في الاير اند بقى 71. اذا دي خساره وده تريدنج سكيورتي، ينزل فين؟ اذر كومبرنسيف انكم ولا انكم ستيتمنت؟ اكيد طبعا الانكم ستيتمنت. يبقى انا كده عندي لوس 2 هنا وعندي هنا مكسب 12.5، يبقى يديني مكسب في الاخر كام؟ 10.5. وده اللي بسال عليه. الجنا يبقى بكام؟ 10,500. ده اللي هيظهر في الانكم ستيتمنت يير 2. السيكوين اللي بعده. قال لك بي كومباني ديترمايند ذات ذا ديكلاين in the fair value of a debt investment was below the amortized cost and other than temporary. قلنا اي فرق هنا دي توضح لك حاجه جميله، الكلمه دي توضح لك اللي هي other than temporary اللي هو يقصد permanent، الفرق خلاص فرق دايم او فرق مستديم. الفرق الدايم ده الفرق بتاعه ينزل فين؟ او الفرق بين اذا كان بقى هيلد تو ماتوريتي، اذا كان تريدنج، اذا كان افيلبل فور سيل، اي حاجه فرق اذر ذان تمبرري يبقى ينزل على الانكم ستيتمنت دايركت على طول وانا مغمض. تعالى نقرا. ذا انفستمنت واز كلاسيفايد از افيلبل فور سيل. هتفرق معايا؟ مش هتفرق. ليه؟ لان الديكلاين اذر ذان تمبرري، انما لو تمبرري عادي، لو فرق عادي يبقى ينزل في الاذر كومبرينسيف انكم. ذا كنترولر وود properly record the decrease in the fair value under US GAAP by including it in which of the following. الكنترولر بقى عايز ايه؟ يكون properly record the decrease، هيخفض الديكريز ده فين؟ ان fair value فين؟ في انهي حته؟ احنا قلنا ده available for sale، يبقى اول حاجه تيجي في دماغي ان هو other comprehensive income. مش هينزل في other comprehensive income لسبب ان هو ايه؟ other than temporary. فاذا ينزل فين؟ في الانكم ستيتمنت. ندور على الاجابه اللي فيها income statement. قال لك هو earning section of the income statement net of tax. هو ليه net of tax؟ هل انا شفت حاجه بتتكلم على net of tax؟ هل هو الخساره دي مش net of tax؟ يعني اقصد ان الخساره استبعد الخساره، استبعد مبلغه من الضريبه لان كانها تترد، انما الكلام ده مش هيحصل. يبقى earning section of the income statement and writing down the cost basis to the fair value. يبقى دي الاجابه ان شاء الله، لان هو مش net of tax، لان ده continuing operation. عشان بس ما اخشش في قصص يعني اكتر من اللي احنا فيه. شوف الامسيكو اللي بعده يا جماعه. قال لك في يناير، اوف ذا كرنت يير، في يناير السنه دي بي كومباني بيد 900,000 تو بيرشيز تو يير 8% بمليون فيس فاليو بوندز. دفعت 900,000 عشان تستحوذ على الفيس فاليو بتاعت البوند بمليون والانترست 8%. ذات وير ايشود باي انذر بابليكلي تريدد كوربوريشن. خلاص قال لك بي بلانز تو سيل ذا بوندز ان ذا فيرست كوارتر اوف ذا فولوينج يير.
هتبيعهم، هتبيعهم يعني ايه؟ خلاص كده يبقى عندها الانتنت والابيليتي، عندها انتنت والابيليتي يبقى تريدنج، صح كده؟ يبقى انا شغال تريدنج. لا ماشي، يبقى انا كده شغال الانتنت والابيليتي، خلاص سيل بلانز، يبقى بلان اهي الكلمه دي برضو وضحت له السؤال. The fair value of the bond at the end of the current year was $1,020,000. At what amount should be reported the bonds in its balance sheet at the end of the current year؟ احنا شغالين اتفقنا ان ده تريدنج، تريدنج او افيلبل فور سيل او اي حاجه يبقى بالايه؟ بالفير فاليو، بس احنا نتفق ان ده تريدنج، فاذا يبقى بالفير فاليو. يبقى يظهر ازاي عندك؟ بمليون وعشرين طبعا الفير فاليو بتاع في الير اند بتاعتي. الام سي كيو اللي بعده قال لك لونج كمباني انفستد ان ماركتابل سكيورتي. ماركت هنا بقى السؤال ده شويه حلو، لانه قال لك ماركتابل سكيورتي، ما قالش ديبت، ماركتابل سكيورتي. At the year end, fair value changes in this investment were included in long other than other long other comprehensive income. How would long classify this investment؟ سؤال طبعا مجاوب على نفسه. هو قال لك other comprehensive income، انا عندي ايه من الاربع استثمارات دول ينزل other comprehensive income؟ held to maturity، اكيد held to maturity لا، لان انا بشتغل فيها amortized cost. طيب ال available for sale security، available for sale ايوه طبعا ال available for sale هو اللي بينزل فين؟ في other comprehensive income. طب ال equity security لا، قال لك ال equity security بالفير فاليو على فين؟ على income statement على طول. trading security نفس الكلام بالفير فاليو على income statement على طول. يبقى من الاربع اجابات دول ايه اللي تنفع عندي؟ ال available for sale debt securities. ليه؟ لان هو هي الوحيده اللي بتشتغل other comprehensive income. طالما هو unrealized يبقى other change in fair value، unrealized other comprehensive income، once not realized يبقى في income statement. الامسكيو اللي بعده. Where in its financial statement should the company disclose information about concentration of credit risk؟ طب credit risk ده نوع من انواع الريسكات اللي بتواجه الشركه. هنا السؤال بيقول لك فين؟ في اي مكان هتقدر تعمل ديسكلوجر؟ انا بعمل فين؟ بعمل فين ديسكلوجر غير في النوتس طبعا؟ فيبقى الاجابه النوتس تو ذا فاينانشال ستيتمنت. نمسك كل بعض. Information regarding stone company available for sale. Available for sale خلاص ريحني. Available for sale هنا مغمض، fair value على other comprehensive income. جميل. قال لك كانت كالاتي: aggregate cost في 31 ديسمبر year 2 170، ماركت فاليو 31 ديسمبر يير 2 148. قال لك 31 ديسمبر يير 1 ستون ريبورتد في السنه الاولى، ستون ريبورتد ان unrealized loss بكام؟ ب 1500. تو ريديوس انفستمنت تو ماركت فاليو، this was the first such adjustment made by stone on this types of security and it is year 2 statement of comprehensive income. What amount of unrealized loss should stone report؟ ماشي، بص بقى الامسكيو ده، الامسكيو ده بيسأل على ايه؟ قال لك في السنة التانية statement of comprehensive income هتظهر عندك ايه؟ ماشي، هنا قال لك الاجريجيت كوست كام؟ 170 ناقص ال 148 بكل سهولة يبقى يحصل عندي decline بكام؟ يحصل عندي decline ب 22. الديكلاين ب 22 ده ينزل فين؟ في الاذر كومبرينسيف انكم. جميل، بس انا لما بقارن المفروض اقارن بالماركت فاليو وماركت فاليو. المقارنه بتاعت الاجريجيت كوست دي ده الرقم اللي انا اشتريت بيه، ده المبلغ اللي انا اشتريت بيه. طب يعني ايه الحل؟ الحل هو هنا قال لك ايه، انا كنت ثابت انريلايزد لوس اصلا بكام؟ ب 1000 ونص. يعني الرقم ده يقل ب 1000 ونص عشان يوصل للفير فاليو، يقل ب 1000 ونص. يعني انا لو عايز اقارن ب 170 ناقص ال 1500، بعد كده هطلع ال 170 ناقص ال 1500 اللي هي كام؟ 168 ونص ناقص ال 148، هي دي اللي اقدر اقارن بيها، لان دي هتنزل في الانكم ستيتمنت، صح؟ في للاسف في الاذر كومبرينسيف انكم بتاعه الفتره. هو ما قالش الاكيوميليتد اذر كومبرينسيف انكم. لو قال الاكيوميليتد اذر كومبرينسيف انكم كنت اقول ال 170 ناقص ال 148 22 على بعض، انما هو قال اذر كومبرينسيف انكم بتاعه السنه ال 170 اوريدي اتعمل فيها ديكلاين ب 1500، وصلت ل 168 ونص ناقص ال 148 تديني 20500. تمام، امسكوا اللي بعده. قال لك during year 3 جي كوربوريشن بيرشيزد 5000 شيرز اوف 500000 اوتستاندينج شيرز اوف ان كوربوريشن كومن ستوك.
ماشي اشترت ب 5000 شير ب 35,000 دولار. During year 3 she received 1800 of dividends from its investment in M. The fair value of the G investment of 31 ديسمبر year 3 كانت 32,000 دولار. جميل، يعني انا شارب حاجه ب 35 اصبحت 32، يبقى حصل ديكلاين ولا ما حصلش؟ حصل ديكلاين. جميل، ب 3000. قال لك جي هاز elected ذا فير فاليو اوبشن. قلنا فير فاليو اوبشن لما يتعمل له election اي حاجه بتنزل اي تشينج في الفير فاليو بينزل فين؟ بينزل انكم ستيتمنت على طول، ولا تقول لي اذر كومبرهنسيف انكم ولا اي حاجه. اي فرق بين الفير فاليو وباي اي تشينج في الفير فاليو بتاع الانفستمنت اللي عندي بينزل فين؟ بينزل انكم ستيتمنت على طول. جميل، يبقى قال لك جي هاز elected ذا فير فاليو اوبشن فور ذيس انفستمنت وات اماونت اوف انكم اور لوس. ايه المكسب او الخساره that is attributable to the M stock investment should be reflected in G earning. عايز المكسب والخساره، اي حاجه اي مكسب او خساره متعلق بمين؟ بالاستثمار في M. طيب انا هنا عندي مبدئيا لما خدت ايه ال 1000 انا اشتريت ب 35، جميل، بعد كده اخدت 1800 ايه ديفيدنس، هقول 1800 هقول ديبت كاش كريدت ايه؟ كريدت انكم على طول. يبقى انا كده عندي انكم هنا 1800 وعندي لوس هنا كام؟ 3. يبقى لما احط الارقام كده قدام بعض اقول انا عندي خساره 3000 ومكسب 1200 1800 اسف، يبقى عندي خساره بكام؟ عندي خساره ب 1200، لان اقول لك اتريبيوتابل تو ذا ام ستوك وعايز كل الخساره او كل يعني النت افكت بتاع الترانزاكشن ده، مكسب 1800 وخساره 3. السكيو اللي بعده قال لك شركه ايه لي كوربوريشن ريبورتد ذا فولوينج ماركتبل اكويتي اكويتي سكيورتي في 31 ديسمبر ال1 بالانس شيت. عندها سكيورتي في 31 ديسمبر ال1 ان كوربوريشن كومن ستوك ات كوست ب 100 الاونس فور ديكلاين ان ماركت فاليو ب 20 والبالانس 80. يبقى هي عندها في الاخر في ال31 ديسمبر ال1 عندها بكام؟ عندها البالانس اللي ظاهر عندها في الميزانيه ب 80,000 دولار. في year 2 الماركت فاليو اصبحت كام؟ اصبحت 85. As a result of the year 2 increase in this stock market value, ال year 2 income statement should report ايه؟ انا كان عندي investment ب 80 اصبح 85، وانا هنا شغال marketable equity security، يعني بالفير فاليو على فين؟ على income statement على طول. يبقى 85 ناقص الخمسة تديني ايه؟ 5000. 5000 ده ايه؟ realized gain، صح كده؟ لانه هينزل في الانكم ستيتمنت. unrealized gain، اسف، unrealized gain لان ما بعتش، unrealized gain لان ما بعتش. تعال نشوف الاجابة. قال لك choice A is correct. equity security are generally reported at fair value. equity security على طول فين؟ fair value في الانكم ستيتمنت. unrealized holding gain and losses on equity security are included in earning as they occur. امتى يبقى realized؟ لما بيع. امسكوا اللي بعد. During year 1 Scott Corporation purchased marketable equity security data as follow. اشترت security في شركة D وشركة E وشركة F. 36 cost 80 180، 40 60 186. هنا Scott appropriately carries this security at market value. خلي بالك من الحتة دي، قال لك appropriately carries. appropriately يعني ايه؟ يعني ممكن وزعت بنسبهم من الفير فاليو، يعني وليكن الفير فاليو بتاعت الرقم كله 286، فهي وزعت بنسبهم منين؟ قالت 36 على 296 بنسبه كذا، ضربت في 86 اديتها الرقم ده وهكذا. The amount of unrealized loss on this security هيبقى كام؟ amount unrealized loss ادي ده مثلا كوست 36 ب 40 ادي مكسب 4 خساره 20 مكسب 6، يبقى مكسب 10 وخساره 20 يبقى خساره كام؟ خساره 10. ينزل على فين؟ على الانكم ستيتمنت، عشان ما تلخبطش زي السؤال اللي قبليه realized ولا unrealized. unrealized طبعا لان ما بعتش، انا بقيم عشان اظهرها في الميزانيه بتاعتي. امسكوا اللي بعده. during year 1 وول كوربوريشن او وول كمباني بيرشيزد 2000 شير اوف اتش كوربوريشن كومن ستوك فور 31500. اشترت 2000 شير ب 31500. ذا ماركت فاليو القيمه السوقيه اوف ذيس انفستمنت ووز كام؟ 29.5 ات 31 ديسمبر يير 1. نقف هنا.
معنى كده ان انا عندي في 31 ديسمبر يير 1 اظهرت الانفستمنت ده بكام؟ ب 29500، صح كده؟ لان بالفير فاليو بتاعه. يبقى معنى كده ان انا كأن خسرت كام؟ انا مشتريهم ب 31500، اخر السنه الفير فاليو 29.5، خسرت 2 وهم ظهروا عندي في الميزانيه ب 29500. قال لك وول سولد اول اوف هامب كومن ستوك ب 14 دولار بير شير. المهم شركه وول بقى باعت الاسهم دي ب 14 دولار، اللي هم كام سهم؟ 2000 سهم. 2000 سهم لما بعتهم ب 14000 دولار، يعني بقى ب 14 دولار يعني بقت بكام؟ ب 28000 دولار. جميل. انكيرنج قال لك في 31 ديسمبر في 15 ديسمبر يير 2 انكيرنج 1400 ان بروكرج اند كوميشن اند تاكس اكسبنسز، يعني دفعت حصلت 14 في 2 ب 28000 ومخصوم منهم 1400 ايه؟ 1400 اسهم، اللي هو المصروفات بقى الايه؟ السمسره والعموله والضرايب وكده. يعني كان النت اللي دخل في البنك عندي او في الخزنه كام؟ 26، صح كده؟ 26600، لان دول 28، خلينا نعملها بالاله. 14 دولار في 2000 سهم اديني 28، رحت منهم 1400 اديني 26600. جميل. 26600 قال لك وول شود ريبورت ريلايزد لوس. لازم بقى يبقى انا ريلايزد. ليه يبقى في ريلايزد لوس؟ لان بعت. ما احنا قلنا الريلايزد ده لما سيل اور سير سيل اور امبيرد، يعني لو بعت او ايه امبيرد اللي هي ايه؟ اضمحلال، لو حصل له اضمحلال او انخفاض في قيمته. هنا انا بعت، فمعنى كده ان حصل له اضمحلال في قيمته. طب هو كان اخر حاجه عندي بكام؟ كان اخر حاجه عندي ب 29500، يبقى الريلايزد يبقى كام؟ 26.5 26600 ناقص 29500، يبقى اني خسرت كام في الموضوع ده؟ 2900. ليه ريلايزد؟ لاني بعت، صح؟ لان قال لك سولد اول، انا بعت. امسكوا اللي بعده. Data regarding Bell Corporation marketable equity security as follow. كانت الكوست وادي الماركت، ماركت فاليو. Difference between cost اللي هو ال 150 وال 130 وال 150 وال 160. Difference between cost and the market value are considered temporary. حلو، considered temporary دي يعني ايه؟ يعني هشتغل عادي جدا. لو other than يبقى كله other than temporary، يعني يبقى كله تريم على income statement. نكمل. The decline in market value was considered temporary and was properly accounted for 31 ديسمبر. يعني وتم ايه؟ تم اخذه في الاعتبار في 31 ديسمبر year 1. B year 2 statement of change in stockholder equity would report an increase of. هو عايزها في year 2. في year 2 ماشي. طب تعالى نيجي في year 1. year 1 انا عندي هنا كان كوست 150. بقى عندي market value 130، يبقى انا خسرت كام؟ خسرت 20 على income statement. ولكن الماركت والاكويتي سكيورتي هيظهر عندي كام في الميزانيه؟ ب 130. جت السنه اللي بعدها بقى 160. ما ينفعش اقارن ال 160 بال 150. ليه؟ لان انا خسرت في السنه الاولانيه 20000 دولار. هاجي السنه الثانيه هقارن بين الفير فاليو والفير فاليو. الفير فاليو هنا 160 وكانت البيجيننج بتاعها كان 130، يبقى اذا انا عندي الانكريز ده هيظهر بكام؟ هيظهر ب 30000 في السنه اللي بعديها. تمام. لأن يعني السؤال بيقول لك change in stockholder equity would report an increase of كام؟ of 30. 130 ناقص 160. امسكوا اللي بعده. Unrealized holding gain or losses would be included in earning for which of the following debt security unrealized. طب نيجي نبص على هو بيقول لك unrealized gain or loss هينزل في الانكم ستيتمنت او الايرننج او في الارباح ام في انهي حاجه في دول؟ هل في هيد تو ماتوريتي؟ يبقى ادور على نو. يبقى انا في واحده يا سي يا دي، يا الاجابه سي يا الاجابه دي. طيب نبص الناحيه الثانيه التريدنج، هل التريدنج بتنزل على الانكم ستيتمنت ولا الاذر كومبرهنسيف انكم؟ لا، التريدنج على طول بتنزل على الانكم ستيتمنت او على الايرننج، فتبقى الاجابه دي يس والهيد تو ماتوريتي نو. كده احنا الحمد لله خلصنا شباب الاف 4 كلها الحمد لله فاينانشال انسترومنت. في حاجات انا سبتها في الام سي كيو، في الام سي كيو، لان كنت شايف حاجات يعني ام سي كيوات عاديه، وفي برضو جزء سبته بتاع الجود ويل والامبيرمنت بتاعه. فلو حابين الاسئله دي تتحل اكتبوا لي ارقامها بس ونحلها ان شاء الله.
وان شاء الله نتقابل في بارت جديد بقى، اشوف اذا كان يبقى F5 ولا F3 يعني. نشوفه ان شاء الله، نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.